بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كان رد التعقيب ديال السيد الوكيل العام على يعني المرافعات ديال الدفاع، واعتقد بان يعني النقاش كان يحول يعني يدور حول وسائل إثبات من ناحيه، ومن ناحيه اخرى يتمحور حول يعني واحد الجزء كبير حول جريمه التجاره في البشر. وكما قلنا سابقا ونؤكد اليوم بالملموس بان جميع القرارات والاجتهادات القضائيه التي تم الادلاء بها لا علاقه لها بجريمه التجاره في البشر، ولا تؤكد يعني العناصر التكوينيه للجريمه. الملف لا زال الان خاليا من اي وسيله تثبت هذه الجريمه، اللهم اعتبار ان يعني بعض الضحايا لم تتقدم بشكايه في هذا الموضوع. الامر بخلاف ذلك، ليس هناك اي ضحايا في الملف، نكون صادقين مع انفسنا. الملف ما فيهش ضحيه. ما معنى الضحيه؟ الضحيه هو اللي تعرض لواحد، لا تعرض مجموعه ديال الامور اللي ضد المصلحه ديالو. وكان هذه الجرائم ديال التجاره في البشر كناكدوها بانها جاءت اما كتكون في يعني استعباد الاشخاص، الحريه ديالهم، الكرامه ديالهم، وخاصه التجار فيهم والاطفال وكذلك. اما هؤلاء الذين يقولون بان تم توزيع الصور ديالهم، هذو مرضى كانوا محتاجين لمساعده طبيه عاجله، قام بعد محسنين باداء التكاليف. هذا هو اللي كان في الامر، استفادوا من العلاج وغادروا المستشفى. ما كاينش في الملف لا وجود لاي ما يمكن التحدث عنه واعتباره تجاه البشر. النقطة الثانية أريد أن أؤكد عليها أن جميع هؤلاء الأشخاص المتابعين سواء في حالة صلاح أو في حالة اعتقال، من حق أي واحد أن يدلي بوثائق، من حق أي واحد أن يقول للمحكمة الوسائل ديالو. ماشي يعني أن الأصل هي البراءة، أن تتغل اليد ديال أي متهم باش ما يدافعش راسه. حنا فاش دينا بوثائق للمحكمة لا نريد من وراء ذلك يعني أن ندفع بالمسؤولية علينا وأن نلقيها على عاتق الآخرين، لا، دفعنا بوثائق لنؤكد للمحكمة صدق ما نقوله، أن المهمة ديالنا في إنجاز الفاتورة، سنحصر في التعليمات، سنحصر في الضوابط القانونية، سنحصر في الملف الطبي، سنحصر في التعليمات ديال المصحة وفي التعليمات صاحب المصحة، لا نزيد ولا ننقص أي جهد. إذا كل ما راجع اليوم يؤكد بأن لا يدع مجال الشك بأن هذه جريمة التجارة في البشر لا تنطبق على واقعة الحال، لا تنطبق بأي، أؤكدها وأكررها، العناصر التكوينية ديال الجريمة لا يمكن تسليم بها. وكذلك نقول بأن جميع الاجتهادات القضائية التي تم الإدلاء بها وهي كثيرة وغزيرة، فإنها لا تسعف للقول بوجود تجارة في البشر. هذا هو اللي أريد أن أؤكد عليه. نتمنى أن العدالة تحقق في هذا الملف وأن الجميع يصل إلى الحقيقة. النيابة العامة في يعني بكل اختصار تطرقت أولا يعني تم حوار الكلام ديالها حول المصحة وحول أن يعني بعض الأشخاص يلجون إليها، وكما جاء يعني بتصريح العبارة أنهم كيدخلوا سالمين وكيخرجوا ميتين. واعتقد بان هذا يعني 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 اسلوب ديال النيابه العامه، من حقها ان تناقش الملف باسلوب ديالها، لاننا نعقب على ذلك. ولكن نريد ان نؤكد بان الملفات تعالج بامور يعني مهمه، وهي اثبات يعني التهمه، ان يعني اي طرف وخاصه الاتهام خصو يدلي يعني بوسائل ديال يعني اللي كتثبت الجريمه. وحنا اللي عندنا الان هو القرار ديال الاحاله ديال السيد قاضي التحقيق مع معززا ديال الغرفه، هذا هو صلب الموضوع. اما الانطباعات الشخصيه او ما يمكن ان يعني، فالمحكمه الوحيده اللي عندها السلطه التقديريه، المحكمه الوحيده اللي عندها الوجدان، المحكمه اللي عطى المشرع. اطراف اخرين سواء اطراف يعني اللي كتدافع فيما بينها الخصوم ديال القضيه، فيبقى اللي عنده شي وسائل اثبات هو اللي يعول عليه. أما وثائق انا كنأكد بان الوثائق اللي النيابات تتعلق فقط بان لا يخفى على الجميع بان التي نتولى الدفاع عنها تقوم بانجاز الفاتوره، وخاصه فيما يتعلق بالمرضى. اما الاشخاص اللي ما عندهمش التغطيه الصحيه فهناك موظف اخر يقوم بذلك. وقلنا للمحكمه بالوثائق بانه في الفتره التي كان هناك عرض المتهمين على الضابطه القضائيه يعني البحث معهم، كانت هناك اطراف اخرى بتغيير تلك الفواتير وتقوم يعني تعديلها. هذا بامانه حتى نقول بان هذه المراه لا تقوم بالتعديل. اعطينا تلك الفواتير التي تم تعديلها يعني باسم من قام بذلك، والدقيقه والثانيه والمبلغ. اذا هذه النقطه الاولى. بعض الوثائق الاخرى
قدمنا للمحكمة توبي فاتورة يتم إنجازها من طرف الموكلة ديالي، لا بد أن تمر على جهة أخرى التي يعني كيراقبوها ويوقعون عليها ويعطيناها يعني المصداقية، وديك الساعة كتنجز. وقلنا لهم بأن هذا الوثائق كلها رغم أنهم تصدروا على قسم الفوترة فإن هناك قسم آخر هو قسم المراقبة، ثم هناك الصندوق، ثم هناك المعنيين بالأمر. إذا هذا هو اللي خلاصة القول ديال الفوترة. نقدروا نقولوا ان الملف يشرف على النهايه ديالو، الملف يشرف على النهايه ديالو، يعني اكيد ان الاسبوع المقبل ستكون يعني بعد التعقيبات الموجزه ديال بعض الزملاء اللي ما تناولوش التعقيب، وتكون الكلمه الاخيره ويحجز للمداوره ياخر الجلسه الاسبوع المقبل. كنأكدها وصرحت بها واؤكدها بان فيما يتعلق بجريمه التجار البشر لا يسعفنا، والوقائع اللي عندنا ماشي وقائع يعني تشكل تلك الجريمه، حنا ماشي تنتملصوا من المسؤوليه ولا تنقولوا الوقائع اللي هي على حالتها في الملف لا يمكن لنا ان نستشف منها انها تكون او ترقى الى العناصر الافعال التي تشكل عناصر تكوين التجار البشر.